النهارده يا رسول الله بقالك 10 سنين صابر مصر على الدعوه، ما فيش معجزات خارقه غير ان انت مصر مصر وعمال بتبذل وبتبذل وبتبذل، اليوم تاتي المعجزه واليوم ياتي التكريم. النهارده احنا سنه 10، قيل ان هي 27 رجب سنه 10 من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مش 27 رجب لكن ده قول الغالب والراجح. النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت بتاع الرحله، التوقيت بتاع الرحله بعد الطائف زي ما قلت لكم، وبعد وفاه السيده خديجه، وبعد وفاه ابو طالب، وكان الله تبارك وتعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي فاكرين لما دعا، لما قلنا امبارح ودعا النبي ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، فجاءت رحله الاسراء والمعراج، لا مش غضبانين عليك، واذا كان اهل الارض اذوك تعال لتعلم مقامك في السماء عظيم قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف ان في رحله، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته، وقيل كان نايم في بيت ام هانئ بنت ابي طالب اخت سيدنا علي بن ابي طالب، كان يزورهم هي وعيلتها، وقيل ان هو كان متوسط برده عند الكعبه، نايم في ظل الكعبه في الليله دي، الاقوال الثلاثه قيلوا. الاسراء والمعراج كلنا عارفين ومتفقين ان هو بالروح والجسد، وسيدنا من الناس اللي قالت لك لا ده هو كان بالروح جسد، لان هم مش بالروح فقط، لان هم مش متخيلين ان المعجزه دي تنفع، وهو يا جماعه بالعقل كده ببساطه شديده، لو هو بالروح بس كانت قريش والدنيا تتقلب ليه، وابو بكر الصديق يسمى الصديق، وناس ترتد والدنيا تتقلب، لو هي طب ما هو الوحي بيجي له وبيروح، يعني لو هي بالروح فقط ليه الدنيا تتقلب؟ فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني ابسط دليل عقلي ان هو كانت واضحه عند قريش وعند الدنيا كلها انها بالروح والجسد، ان ابو بكر تسمى الصديق في الحادثه دي، وان في ناس مسلمين ارتدوا، لان ما في ناس ارتدت في الحادثه دي، وان قريش عملت خناقه عظيمه والحقوا، بيقول ايه؟ ما هي لو الروح بس ما جبريل بيجي على طول، فهي بالروح والجسد مساله بديهيه عقليه ويقينيه شرعيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نايم واذا بجبريل قم يا محمد في ليله من الليالي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له جبريل طف بالبيت سبعا، فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى الرحله مش باديه من بيت النبي، لو هو كان بيت في بيته البدايه مش من بيت النبي، البدايه من المسجد الحرام، فطف بالبيت سبعا. هو هيحصل ايه؟ يخبره سيدنا جبريل ان هو هيروح الى المسجد الاقصى ثم يصعد الى السماء، وتتخيل كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلغ بالرحله، يعني برنامج الرحله، انت عارف قبل ما تطلع الرحله يقولوا لك برنامج الرحله كذا، فتخيل لحظات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقال له انت هتعرج للقاء الله. انتوا متخيلين الاحساس يبقى عامل ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، كلنا هنلقى الله يا جماعه، وكلنا يوم القيامه هيقع هنقف بين يدي الله. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في البشريه الذي نالها في الدنيا، فكلنا ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فاستعدوا لليوم ده يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اللقاء بالنسبه له كله شوق، ليه؟ لانه مستعد. يا ترى انت هتكون مشتاق ولا هتكون خايف ولا هتكون مش عايز ولا هتقول يا ريتني اكون تراب، ولا هتكون زي ما في ناس هتيجي يوم القيامه هيسقط لحم وجهها خجلا زي ما سيدنا علي بن ابي طالب بيقول وهم تعرض قبائحهم على الله عز وجل، ولا هتكون زي ناس بيقولوا خدونا الى النار ولاناش نقف بين ايدين ربنا يعاتبنا على اللي عملناه في حقه لانه الله، فانت هتكون انه. تخيل فرحه النبي وهو يعني ان شاء الله يا جماعه باذن الله يكون الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ومعانا دلوقتي يوم القيامه فرحانه باللقاء، وهو ماسك كتابه بيمينه وربنا بيقول له اقرا كتابك، ما انا بحكي لك الاسراء والمعراج ومش عايز احسسك ان الموضوع ده بعيد عنك مستحيل، لا انت هتمر بنفس القصه بس في وقتها. عجلت للنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ومكانته وللصبر والمجاهده اللي قام بيها، لكن انت جايالك انت كمان، فتخيل وانت واقف بقى ماسك كتابك وبتقول يوم كذا شفت الحلقه اللي كانت بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحبيته وقضيت السعه ديا
معاك يا رسول الله، وكان ممكن اخرج اعمل كذا ودست على نفسي وسهرت وعملت كذا. اهي مكتوبه اهي الساعه بتاعت دلوقتي. تخيلوا يا جماعه الساعه دي هنقراها، اللي احنا واقفين فيها دلوقتي هنقراها زي ما احنا، ويوم كذا عملت كذا، ويوم كذا تصدقت بكذا، ويوم كذا، وتلاقي الدمعه تنزل قدامك. الدمعه دي يوم ما بكيت من خشيه ربنا. اهي الاسراء والمعراج وما سنمر به كلنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لك الآية بقى، نسمع الآية وتبقى واضحة قدامنا كده. والآية في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وشوفوا كلمة ليلا، ما كان يبقى الإسراء الصباح. يا جماعة الليل له معنيين مختلفين عند أصحاب السهرات الحمراء وعند أصحاب الليالي يعني الماجنة، هو رمز للفساد، وعند المؤمنين هو رمز للقرب من الله تبارك وتعالى، وهو هو نفس الليل. فربنا يختار ذلك الوقت الليل لسمو النفس كده ونقاء النفس. وأنا بقول لكم يا جماعة في ليالي رمضان دي يعني أعبدوا ربنا قوي، ده وقت صفاء النفس. خلوا الأرواح كده تعرج إلى الله تبارك وتعالى في قيام الليل في الليالي اللي احنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يختار له وقت الليل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من. وشوفوا اختيار عبده، شوفوا هنا اختيار كلمة عبده، لأن التكريم هيكون كبير قوي قوي، فلا تنسى أنه عبد، ولأن المكانة هتكون عالية جدا 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 جدا، فلا تنسى أنه عبد. ولذلك يا جماعة لاحظوا، كل ما يجي موقف عزة لبشر من البشر، يا إما ربنا يذكره بالعبودية، يا إما ينعم عليه أنه يتذكر أنه عبد. أديك أمثلة. شوف النبي وهو داخل يفتح مكة، يا نهار أبيض، ده احنا كل ده، كل اللي احنا السيرة اللي احنا بنحكيه في رمضان، الصراع اللي امتد 23 سنة. تخيل يوم بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصر انتصار حاسم نهائي وداخل مكة، هتدخل ازاي يا رسول الله؟ يدخل مطأطئ على ناقته، موطي تواضعا لله عز وجل، عبد. شوفوا يوسف يوم ما سجد له إخوته وكله وأبوه وأمه وتفسير الرؤية وانتصار حاسم، يوم قايل: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي. شوفوا الضعف، أنت ولي في الدنيا والآخرة. عايز إيه يا سيدنا يوسف؟ توفني مسلما، دي طلباتك، وألحقني بالصالحين. شوفوا التواضع، كأن الصالحين سبقوا وهو سيدنا يوسف بيقول له إيه؟ ألحقني بهم. شوفوا سيدنا سليمان لما علم منطق الطير وسمع النملة وهي بتتكلم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شوفوا تاريخ الأنبياء كله بيقول إن في أعلى درجات العز منتهى التواضع لله عز وجل. يعني معنى جميل جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من تواضع لي هكذا وظل رسول الله يخفض يده إلى الأرض، رفعته هكذا وظل النبي يرفع يده إلى السماء. يا جماعة كل ما ربنا نستفيد إيه من الحكاية دي بعبده في رحلة الإسراء والمعراج؟ تبدأ بكلمة عبده. لو كل ما الدنيا تتفتح عليك تواضع لربنا يرفعك أكتر ويديك أكتر. وخلي بالك لو إداك سواء دين أو علم أو فلوس أو جاه أو حب ناس فرأيت نفسك، فاعلم أنك ستقع قريبا. واسألوا المشاهير حصل لهم إيه كتير منهم لما نسيوا الحتة دي. كل ما تنزل نفسك يرفعك، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. فبعبده دي مهمة أوي 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 أوي، مهمة وتبقى قدام عينينا كلنا. كل ما يجي رزق تواضع واشكر واسجد وانزل ودي الناس وتواضع للناس. طيب وضحت النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل: يلا هنطوف بالبيت سبعا، طوفنا بالبيت سبعا. خلي بالكوا في حاجة مهمة، طول ما احنا بنحكي قصة الإسراء والمعراج هي قصة الرموز. يعني ايه رموز؟ يعني شغل مخك، حاجات صغيرة قوي وراها معاني كبيرة قوي، رمز. فاهمين عايز اقول ايه؟ وهنشغل مخنا مع بعض بقى. يعني هي القصة كلها حاجات صغيرة تقول يا نهار ابيض هي دي المعنى بتاعها الكبير ده. هنشوف ايه اللي حصل. طاف النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئ ان في البراق. ايه البراق دون؟ ده وسيله المواصلات اللي هننتقل فيها من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، هنتنقل بالبراق. طيب هو البراق ده شكله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وهي دابه بيضاء.
فوق الحمار، أكبر من الحمار ودون البغل. شوفوا دقة النبي في الوصف. فوق الحمار، أطول من الحمار شوية وأقصر من البغل شوية، وهو دابة دون الحمار، فوق الحمار ودون البغل. وبعدين يا رسول الله إيه بقية صفاتها؟ يضع حافره عند منتهى طرفه. حاول تتخيل يعني إيه؟ يعني أنا عيني جابت الباب ده، يكون الحفر هناك. عينه جابت 10 كيلو، يكون الحفر هناك. طب أنت عينك بتجيب كم كيلو؟ عين البشر 25-30 كيلو لو الدنيا مفتوحة قدامك. تخيل بقى البراق عامل إزاي؟ يعني إيه؟ يجيب 30 كيلو وصل هنا، يقوم حافره جايب 30 كيلو يوصل هناك. ده سرعة الضوء. ده النبي بيتكلم عن سرعة الضوء، قوانين الفيزياء الأخيرة. أنت متخيل البراق؟ وبعدين يا ترى عند منتهى طرفه هو ولا طرفنا إحنا؟ طب إحنا طرفنا بيجيب كم كيلو؟ 30 كيلو. طب أنت إيش عرفك إن البراق طرفه كام؟ ما يمكن 60 كيلو، ما يمكن 100 كيلو. يعني ممكن النبي يوصل المسجد الأقصى في قد إيه؟ 5 دقايق مثلا؟ خلي بالكم الكلام ده لما بيسمعوا الصحابة دول عظام قوي يا جماعة، إن هم صدقوا القصة دي. إحنا دلوقتي عندنا طيارة وصاروخ وحسنها صعبة، طب الصحابة كانوا حاسينها إزاي؟ طب أي يقين دوا من الصحابة؟ طب أي وجه صادق وجهك يا رسول الله علشان تقولها الصحابة يصدقوك؟ صح ولا لأ؟ يبقى إيه ثقة الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي خد منها دي، شايف الثقة الشديدة، يقول يصدقوه، وإحنا دلوقتي صعبة مع إن في طيارة وفي صاروخ. طيب بس فيها معنى تاني كمان، إيه هو؟ إن ربنا بيتحدانا. يعني إيه بيتحدانا؟ بيقول لنا مهما بلغتم من العلم، علمي أعظم وقدرتي أعظم. علمكم ده كله بتاع البشرية، بعلماء الفيزياء والكيمياء، بعلماء البحار، بعلماء كذا كذا كذا، بالأطباء، بالمهندسين، ما يجيش نقطة في علم الله تبارك وتعالى، ما يجيش نقطة. وديني اهو هوريكوا دابة مش موجود زيها في الكون، حاجة تانية، مخلوق مخصوص جاي عشان محمد صلى الله عليه وسلم يوصله ويرجع بس. طب ليه؟ خلي بالكم يا جماعة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رمز العلم، مش كده؟ مش اقرأ أول آية في القرآن؟ فلابد إن تحصل في حياته أشياء تؤكد إن مهما العلم سبق قدرة الله أسبق. عشان كده جه البراق مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا داخلين على طيارات وصواريخ، تعالوا نوريكم ان قدرتنا باقيه الى يوم القيامه. ان مش يا ارض ربنا كان قادر زمان فلما تطور العلم ننسى الله، ده هو ملك الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو بدايه العلم وبدايه التكنولوجيا. هنوريكم ايات عظيمه فوق العلم بتاعكم، فاوعوا تنسوا ربنا وتكحدوا ربنا. وريهم البراق واعملوا انتوا الطياره والصاروخ. فاهمين المعنى ده؟ كانه بيقول يا ارض انت هتتعلمي قوي وهتكبري قوي، اوعي تتكبري على الله تبارك وتعالى. وريهم البراق يا رسول الله. يجي البراق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركبت، اسمع الحته الجايه دي رمز خطير قوي، وركب معي جبريل لا يفوتني ولا افوته. ايه عايز تقول ايه؟ الصحبه. حتى النبي محتاج صحبه، حتى النبي محتاج صحبه. انتوا صحابكم مين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه جبريل ودبته البراق. انت هل براقي كده؟ البراق من البرق، خلي بالك البراق اسم جاي من الايه؟ من البرق، سرعه غير عاديه. فيا ترى انت براقي في حركتك انك عايز تتعلم وتنجح؟ كن براقيا. ويا ترى صحبتك مين؟ ما انت مش هتبقى براقيا الا لو كانوا اصحابك بيزقوك لقدام. اوعوا يا جماعة أصحاب السوء، ومش بقول الكلام ده للشباب الصغير بس بقى بصراحة، والكبار أكتر من الصغيرين، ويبقى راجل متجوز ومخلف وماشي مستقر ويتلم على صحبة وحشة، ويبدأ يقع ويقع ويقع ويقع. البراق عايز صاحب زي جبريل. البراق ما ينفعش عليه ناس كسالة. البراق ما ينفعش عليه ناس عصاة. مش بقول لكم هي رحلة الرموز؟ وبعدين حاجة تانية كمان، انتوا ناسيين يا جماعه ليه؟ عشان تعرف قيمه البراق في الرحله دي بالذات ايه. هو النبي قبل الحكايه دي باسبوعين ثلاثه مش كان مش عارف يدخل مكه، ومش كان ولا واحد بيسلم، ومش عارف يتحرك في الارض، والدنيا مزنقه قوي قوي قوي. طب هنوريك ازاي تخترق الكون كله. احنا قادرين بالبراق نخليك تخترق الكون كله. يعني عايز ده، انت ما كنتش عارف تخرج من مكه، سنجعلك تخترق الكون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا البراق؟ وشفتوا كلمة لا يفوتني ولا أفوته؟
قل لي مين اصحابك اقول لك هتعرف تتوب ولا لا، قل لي مين اصحابك اقول لك انت بعد رمضان هتبقى براقي فعمل نهضه ولا هتكون كسلان، مين اصحابك؟ قل لي مين اصحابك اقول لك بعد رمضان هتثبت على رمضان وعلى ارضاء ربنا ولا لا، مين صحابك؟ فاكر الاسامي؟ فلان وفلان وفلان، ما فيش فايده. مش عارفهم يعني، بس يعني لو يعني لا فلان وفلان وفلان، اه يا سلام، هم دول، بدول انت هتكون براقي في حركتك. طيب طلع النبي صلى الله عليه وسلم، هنوصل لفين؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى. بص الرمز الصغير اللطيف دون، هتعمل ايه يا رسول الله؟ ينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جبريل ويقفوا عند حائط قدام المسجد الاقصى. اول ما ينزل النبي يقوم واخد خطام البراق وربطه في حلقه امام المسجد ويثبت الربطه. ليه يا رسول الله؟ ده البراق ده نازل مخصوص عشانك، هيجري البراق مثلا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج هيلاقي البراق مشي؟ ده عبد من عباد الله جاي مخصوص عشان الرحله دي، وده لو جمل ولا ناقه كنا نقول، لكن ده البراق. اه لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك مبدا. ايه المبدا؟ ان التوكل على الله لا يعني ان انت ما تاخدش بالاسباب. اربط البراق ده مضمون، اربط البراق. الدنيا كده، اتعلم في الدنيا انك تتوكل على الله وتتحرك في الدنيا صح، فدي خطوه صح، دي الف ب. فاهمين الدرس الحلو قوي 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 قوي؟ مش معنى ان انا متوكل على الله وعبد رباني ان انا ملخبط الدنيا وتقول ما هو ربنا هيحلها. لا، مفيش حاجه اسمها كده. اربط البراق ده مضمون، اربط البراق. والنبي بفطرته عملها رغم انه عارف ان البراق ده حاجه يعني ما حصلتش قبل كده. يلا يا رسول الله ندخل المسجد الاقصى. هندخل المسجد الاقصى هنلاقي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. ايه هي الحاجه العظيمه دي؟ حاجه ما حصلتش، اجتماع ما حصلش. هو النبي داخل امتى؟ داخل بالليل، 2 بالليل، 3 بالليل، الوقت متاخر. داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى هيلاقي حاجه ما حدش يتخيلها. المسجد الاقصى المفروض في الوقت دون مهجور، والرومان هم اللي بيملكوا المنطقه فلسطين بالكامل، والمسجد الاقصى زي ما بقول لك ما فيهوش حد، والدنيا ليل في عز الليل، يعني هيكون في مين؟ فيدخل النبي المسجد فيفاجأ المسجد مليان على اخره. ما فيش مكان لموضع قدم. المسجد الاقصى اللي احنا بنشوفه مليان على اخره. مين اللي موجودين في المسجد الاقصى؟ اللي موجودين في المسجد الاقصى اللي مليان على اخره هم مين؟ انبياء الله من لدن ادم حتى عيسى، نازلين يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا معقول؟ تصدق كل الانبياء من لدن ادم؟ اهو سيدنا يونس هناك اهو موجود اهو، وادي سيدنا نوح، وادي ابونا ادم موجود اهو نازل مخصوص، وشايف سيدنا عيسى، وشايف سيدنا موسى، وشايف سيدنا سليمان، وهناك اهو سيدنا ايوب. شايف شايف الانبياء موجودين قاعدين في المسجد. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ايه ده؟ مين دول يا جبريل؟ انبياء الله من لدن ادم حتى عيسى جاءوا يستقبلوك يا رسول الله. ايه ده؟ هل حد سمع عن اجتماع في التاريخ زي ده؟ ده اعظم اجتماع في التاريخ. ده اجتماع الانبياء ما حصلش، ما فيش حد يحكيني عن اجتماع في التاريخ زي ده. بس الاجتماع ده له معنى خطير قوي. وحده البشريه. مش كده؟ وحده البشريه رغم سلسله التاريخ المتباعده، مهما بعدت الازمان، بشريه واحده، ملك اله واحد. معنى حلو قوي يا جماعه. وحده العالم، وحده الناس. شوفوا العالم دلوقتي متقطع حتت ازاي، شوفوا كميه الحروب اللي في العالم ازاي، شوفوا كميه الكراهيه والضغينه والدماء اللي في العالم ازاي، من امريكا الجنوبيه لاسيا لافريقيا كل العالم فيه دماء، وكل العالم متقطع وحواجز وضغائن شوف لما ربنا يقول لنا العالم ده عالم واحد، البشرية دي بشرية واحد من لدن آدم إلى يوم القيامة. إحنا أكتر دين يا جماعة بيقول إحنا أمة واحدة أصلا، إحنا عالم واحد، إحنا أكتر ناس بندعو مش لصراع الحضارات ولا لتصادم الحضارات، لتعايش الحضارات. والدليل أهو، ادي كل انبياء الله. احنا يا جماعه فكره التعايش مع الناس، فكره التفاهم مع الناس، فكره اصيله عندنا. ما احناش الاصل فينا الصراع والصدام، مش الاصل في الاسلام ابدا ولا الاصل في ديننا، واللقطه دي بتقول كده.
يجتمع الانبياء من لدن ادم لغايه سيدنا عيسى وادي النبي صلى الله عليه وسلم. اسال سؤال، طب هو مش نبي طلع المعراج؟ طالع المعراج، فمش هيقابل الانبياء فوق؟ قابلهم فعلا. طب مش هم الانبياء الموجودين دول النبي قابل ناس كتير منهم فوق؟ ايوه. طب هم نازلين ليه؟ نازلين عشان معنى خطير قوي، رمز تاني. عارف معنى نزولهم ايه؟ تسليم رايه قياده البشريه. انت مسؤول عن الارض يا محمد،